جزاكم الله خيرا. يسأل عن الكتب المفيدة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتب المفيدة ولله الحمد كثيرة، الحمد لله، في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث والتفسير وسائر العلوم النافعة. الكتب ولله الحمد متوفرة وكثيرة، مثلا في الفقه المختصرات، نعم، المنظومة والمنثورة مختصرات في كل مذهب وهي معروفة، كذلك في الأصول أصول الفقه مختصرات، وفي علوم الحديث مختصرات، وفي النحو مختصرات، في التفسير والحديث أيضا الكتب مختصرة كبلوغ المرام، نعم، وتفاسير المختصرة. الكتب كثيرة، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول ومنها المتن ومنها الشرح، ولكن الشأن في اختيار المدرس المعلم الذي يطلب العلم عليه من خلال هذه الكتب، لأن المدار على اختيار المدرس الناصح الفاهم الذي يستفاد منه في تحليل عبارات هذه الكتب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تتفضلون بتسمية بعض الكتب بأسمائها؟ نعم، مثلا في متن في المذهب الحنبلي متن الزاد، متن الدليل، متن العمدة، كلها مختصرات مفيدة. وفي الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، كذلك المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى في أحاديث الأحكام، وكذلك عمدة الأحكام للحافظ بن سرور المقدسي، وهي أحاديث من الصحيحين، هذه مختصرات في الحديث. وفي النحو الملحة والألفية، ملحة للحريري والألفية لابن مالك وروحهما، وقبل ذلك المقدمة الأجرومية، شرحها متن القطر وشرحه ابن هشام، كلها مختصرات مفيدة منثورة ومنظومة. في أصول الفقه متن الورقات لإمام الحرمين، هذا مختصر شروحه، روضة الناظر للإمام ابن قدامة وشرحه ابن بدران، هذا في الأصول. وفي علوم الحديث النخبة، نخبة الفكر ابن حجر في علوم الحديث، وألفية العراقي في علوم الحديث، تدريب الراوي للسيوطي في علوم الحديث، كلها كتب مفيدة مختصرة. ولكن الشأن كما ذكرنا في اختيار المدرس الذي يوضح هذه الكتب للطالب. بالنسبة للتفسير لو ذكرتم؟ تفسير ابن كثير قريب التناول، وهو موثوق، وتفسير يشتمل على علم غزير في علم التفسير، لأنه يفسر القرآن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فهو خلاصة طيبة من التفاسير المعتمدة. ذلك تفسير البغوي، محي السنة، الإمام البغوي رحمه الله، كتاب جيد، تفسير مختصر وموثوق من جهة العقيدة على مذهب السلف. كذلك تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كلها تفاسير جيدة وتفاسير مفيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.